لازم نبدأ الكلام عن علاء مايوه بموقفين. موقف لما النادي الأهلي كان بيطور فريقه بيجدد دماء فريقه وخرج علاء مايوه من الباب الكبير مع الخماسي زائع الصيت وقتها، الخماسي اللي جايب كاس مصر قبلها، مش مجرد ناس بتبقى محسوبة على قوائم حتى الفريق حتى لو نجوم، وتختلط مشاعره حين اضطر كمحترف وابن النادي الأهلي وتربى على القواعد دي انه يلعب ماتش بكامل قدراته، كان مع النادي الاولمبي، ويحرز هدف في مرمى الاهلي، يخرج من كادر احراز الهدف لحد نزل حجر من احجار الهرم على راسه مترنح بيقع ويقوم بيعيط، فاكرينه بيفرح وهو بيزقهم بايديه. علاء مايوه حقق في اللقطه دي كل معاني الاحتراف، مش هقول بس الحب، لكنه احتراف المحب، احتراف لاعب ارتبط بشعار وقدم للشعار ده كل وخلاصة جهده، وفي نفس الوقت وكأنه يوقع على كامل الاعتراف بأنه لولا النادي الأهلي ما كنت الآن وأنا خارج من الباب الكبير أمثل نادي آخر لمجرد أني علاء مايوه، لأنه لو لم يكن علاء مايوه نجم مصر والنادي الأهلي ما كان الأولمبي يعني قال له من هنا على هنا، يعني ما خدش وقت يفكر ولا قالوش علاء مايوه بيبحث عن تجربة أخرى أو بيبحث عن نادي، على العكس تماما تم اختياره فور إعلان خروجه من القائمة. وبالتالي مشهد آخر ملوش حل، مشهد علاء مايوه اللي بيقلب كل الحواجز وما بيروحش كاس العالم علشان يقدم لنادي النادي الأهلي خلاصة جهده وينكر إصابة على الجهاز الفني في النادي الأهلي والكابتن حمود الجوهري رحمة الله عشان يكمل، لأن الكابتن طارق سليم وهو بيتكلم مع الفرقة رحمة الله طبعا وكان المشرف ومدير الكرة جاهز، قال له جاهز، ومنع علاء مايوه وفاء واحتراما وتقديسا لشعار النسر الأحمر، ومن ناحية أخرى لاحترافه الكامل من كتابة اسمه بحروف من نور في كأس العالم سنة 90. تعليقك ايه على كابتن عصام شلتروت؟ يعني كابتن عصام شلتروت من على فكرة من أصدقائه والناس بحبهم جدا، ممكن هو معايا في كل الأحداث من زمان قوي، وعارف دايما أنا كان مدى حبي للنادي الأهلي، وتقريبا هو حكى كل حاجة كل حاجة، لأن فعلا لما يوم ما قالوا لي انت جاهز وعايز تلعب وكنت فعلا مصاب مخبي على الناس كلها، قلت لكابتن سليم لا يا كابتن انا عايز العب انا جاهز وموجود معاك.